اهلا بيكم يا حلوين في قناة ورلد اوف بيوتي 2. فيديو النهاردة اتطلب مني بشكل واسع جدا اكتر من حد يطلبه، وهي المسلسلات الكوري اللي بتتكلم عن الايدولز او عن الكيبوب بشكل عام. لو انت اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس، ولو انتوا اصلا مشتركين عندي فياريت كلكم تعملوا لايك علشان نرفع الفيديو لاكتر عدد ممكن. ويلا نبدأ الفيديو بتاع النهاردة. اول مسلسل معانا وهو يعتبر اشهر مسلسل في الفئة ديت هو اكسو في الباب المقبل، علشان اصلا الممثلين في المسلسل هيكونوا اعضاء فرقة اكسو الحقيقيين، وتعتبر من اشهر الفرق الموسيقية في كوريا. المسلسل بيتكلم عن بنت فقيرة جدا، هتكون هي بسيطة، تكتشف فجأة ان جيرانها هم اعضاء الفرقة المشاهير. فيا ترى اللي هو يا بختك يا بنت المحظوظة، تصحي الصبح كده تفتحي الشباك تلاقيهم كلهم قدام منك وقلبي. مسلسل حلو، ومن اهم مزاياه ان هو اصلا موجود على اليوتيوب، وفي ناس كتير بتطلب مني مسلسلات تكون على اليوتيوب، فادخلوا اتفرجوا عليه. تاني مسلسل معانا هو نجمتي او مون ستار. المسلسل متصنف رومانسي موسيقي مدرسي شبابي، وعدد حلقاته 12 حلقة، وهو كمان متوفر على اليوتيوب، بس اكتبوا اسمه بالانجليزي علشان تلاقوه. المسلسل بقى بيتكلم عن شباب في مدرسة ثانوية، وحلمهم هما ان هما يبقوا مجموعة موسيقيين مشهورين جدا، وفعلا هيعملوا فرقة في المدرسة وهيبدأوا يحققوا احلامهم من الصفر لحد ما يوصلوا. مسلسل حلو قوي، والناس اللي عندها احلام ونفسها تحققها هتحس ببهجة وهي بتتفرج على المسلسل، وانصح اي حد ان هو يتابعه. ثالث مسلسل معانا هو صناع النجوم او سيد النجوم. المسلسل متصنف موسيقى صداقة، وهو مقتبس اصلا من مانجا، او المانجا معناها يعني ان هي قصة او رواية كرتونية. المسلسل عدد حلقاته 24 حلقة، وهو كمان متوفر على اليوتيوب باسم صانع النجوم. المسلسل بقى بيتكلم عن 11 بنت ومنافستهم الشرسة قدام بعض، والتدرب بجهد علشان يوصلوا ويبقوا يحققوا حلمهم، وهي ان هم يكونوا فرقة ايدول مشهير جدا. مسلسل حلو، وهو يعتبر الكاسيت بتاعه كله بنات. مسلسل بقى البنات هيحبوه جدا، هما بيحبوا الاحداث دي. مسلسل خفيف ومتأكدة جدا ان هو هيعجبكم. رابع مسلسل معانا هو الفنان. المسلسل متصنف رومانسي كوميدي موسيقي، وعدد حلقاته 18 حلقة، ومن بطولة جي سينج وأوبا. المسلسل بيتكلم عن مجموعة أشخاص هيتشكلوا سويا عشان يعملوا فرقة موسيقية. في الوقت دوت البطل بتاعنا هو جي سونج، هيكون شغال في شركة ترفيهية كبيرة جدا كمخرج، بس هو مع في الوقت الشركة هتبدأ تستغنى عنه، فهيقرر ان هو يفتح شركة صغيرة وهيكون الرئيس التنفيذي بتاعها، وهيقرر ان هو يروح بنفسه يجمع فرقة موسيقية من ناس مش معروفة ويعملهم فرقة ويشهرهم. فعلا مسلسل حلو قوي، وفي نهايته هيكون مدير ناجح. مسلسل حلو جدا للناس اللي بتحلم احلامهم كده، احساس حلو ان انت تحس ان الاحلام ممكن تتحقق. مسلسل جميل بجد، وانصح اي حد يتابعه. هو موجود على جوجل على موقع ار دراما او على تطبيق دراما سيليا. واخر مسلسل معانا هو مرة اخرى. المسلسل متصنف رومانسي موسيقي شبابي درامي، وعدد حلقاته 8 حلقات، وهو متوفر على منصة نتفليكس، وكمان متوفر على اليوتيوب عشان اللي حابين يتفرجوا على اليوتيوب. المسلسل بيتكلم عن قصة لرحلة مطرب مستقل لوحده، هو بيعاني دايما ان هو بينسى حاجات من الوقت، وفي الوقت دوت اللي هتساعده هتكون حبيبته، هتكون لازم تنقذه دايما من الحاجات اللي هو بينساها دي. مسلسل حلو قوي وخفيف، وانصح اي حد ان هو يتابعه. وبكده يكون الفيديو بتاع النهاردة خلص. دي قناة اسمها دراما كوريا، هي بتتمنى دعمكم، بتعمل تقارير عن الممثلين الكوريين. قناة حلوة جدا وهتعجبكم، هثبت لكم الرابط بتاعها في اول تعليق، هتقدروا تخشوا بكل سهولة. وباي باي.